مهرجان جائزة عيون الكبرى لفنون الأداء في نسخته الأولى. وقد شهدنا خلال 3 أيام أنشطة مسرحية مهمة تتعاملتها مجموعة من الفرق القادمة من سيدي إيفلي وهي جمعية الفقراء، ثم كذلك فرقة قادمة من مدينة الداخلة وهي فرقة روافد للمسرح الاحترافي، ثم فرقة قادمة من بوجدول هي فرقة أولاد البلاد. إذا تنافست هذه الفرق الثلاثة بعد اعتبار فرقة من الأول وفرقة من أسا نظرا لظروف خاصة إذا على جائزة المهرجان والتي قدرت ب 15,000 درهم، وفازت بها فرقة الشقاطة. طبعا فازت أيضا فرقة بوجدول بجائزة الأمل، وفازت فرقة الداخلة بجائزة تلويه لجنة التحكيم. إذا تميز حفل الاختتام بحضور مجموعة من الفعاليات المسرحية وحضور كذلك مجموعة من الفنانين الوازنين في هذا المجال. بالنسبة للداعمين لهذا النشاط في مقدمتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بالفنون، وكذلك ثانوية المركزية الخاصة، نشكر كل من ساندنا من قريب أو بعيد من فنانين وتقنيين وغيرهم.